بالنسبة لهذه المبادرة السوسيو التربوية اللي تنظموها، كيف تتعرفوا أنه خلال ليلة 8 شتنبر 2023 يعني ضرب الزلزال 6 أقاليم داخل بلادنا الحبيب، وكنا كجمعية متواجدين منذ الساعات الأولى من خلال الفروع اللي كتوجد بجوار المنطقة، اللي داروا لنا واحد التقرير يعني أولي اللي صدرنا فيه يعني بيان تضامني، واش تبيننا من خلال التقرير بأن هذا الزلزال خلف لنا سوء تكيف هاد الساكنة مع المحيط اللي تعيشوا فيه، وهاد سوء التكيف طبيعة الحال هي الرواسب ديالو عديدة، كاين الهشاشة، كاين يعني هشاشة في الطرق، هشاشة اقتصادية، هشاشة اجتماعية. هاد المنطقة إلا بغينا نقولوا بين قوسين بأنها منطقة تنتمي إلى المغرب المنسي. إذا نتيجة هذا التقرير هذا وكذلك تبين لنا بأن هذا الزلزال خلف مجموعة من الأضرار اللي هي نفسية، صحية، اجتماعية، تبول، كاين يعني الصرع، كاين الهستيريا، كاين الخوف. احنا بناء من القراءة خلال القراءة الأولية برمنا واحد يعني البرنامج اللي هو على المدى الطويل وعدا على المدى البعيد. بالنسبة للبرنامج على المدى الطويل هو أننا قررنا داخل أجهزة جمعيتنا أنها تكون سنة أو ما تبقى من سنة 2023 هي سنة للتضامن مع ساكنة هذه الأقاليم الستة. وهذا البرنامج اللي غادي يشمل مجموعة ديال الأنشطة ومجموعة ديال البرامج والمبادرات اللي غادي يكون فيها ما هو شق ترافعي اللي غادي نترافعوا داخل الهيئات مع الهيئات المنتخبة يعني بمستوياتها الثلاث سواء الإقليمية ولا الجهوية ولا المحلية، غنترافعوا للطفولة، غنترافعوا للشباب، غنترافعوا للساكنة بصفة عامة. مدى حضور برامج الطفولة، برامج يعني الشباب داخل برامج الجامعات، داخل ميزانية الجامعات، كاين شق أيضا يتمثل في التنشيط السوسيو التربوي لهذه المبادرة هذه تدخل ضمن يعني البرنامج ديالو اللي اخترنا ليها تكون قافلة ابتسامة الطفولة باش نعيدوا البسمة ونعيدوا تكيف يعني الطفولة والشباب مع محيطهم. اخترناها تحت شعار ابتسامة الطفولة ابتسامة الوطن. كاين شق المتمثل في المخيمات والتداريب، لاننا حنا اليوم خاصنا نديروا مبادره كيفاش ندخلوا كجمعيه في الجانب اللي تيهمنا وهو الجانب التكويني، الجانب التربوي. حنا تنفكروا الان باش نديروا مجموعه ديال الورشات ولا مجموعه ديال البرامج مع النساء باش نخرجوا، لان اليوم كتعرفوا الاهميه اللي عاطيها البلاد للجانب الاقتصاد التضامني وجانب التعاونيات. تنفكروا باش نديروا برامج مع النساء، مع الرجال، مع المطلقات، مع مختلف الشرائح اللي صاب الزلزال. سمحتي لي سي رزقي، هو دابا حاليا هذه المحطه الاولى هي محطه ام زميز، انتوما كيفاش تشوفوا تجاوب لا الساكنه لا الاطفال مع هذا المحطه؟ هو التجاوب كيف ما كتلاحظوا هو التجاوب منقطع النظير، خاصه بان الطفوله اولا كانت طفوله تفتقر يعني منذ القدم لهذه المبادرات، وجا الزلزال يعني وشاهدوا واحد التدفق. اذا هنا كيبان بان الطفل كان عنده واحد الحاجه، واحد لو بوزوان مثل هذه الانشطه. بطبيعه الحال راه غادي يكون التجاوب منقطع النظير، رغم ان كاين الاكراه ديال يوم السبت ويوم ديال الدراسه، ورغم ذلك الاطفال جاوا وحجوا بكثره، الاباء ديالهم حتى هما اشتغلنا معاهم، لان من خلال اشتغلنا واحد الورشه يعني مع الاباء حول الامهات حول العنف وحول يعني اثر الزلزال. تيقول لك ولدي يا ولدي انايا ولدي كان مزيان ولكن ملي جا الزلزال ولا كيبول ليا مثلا، ولا تتلحق ديك الوقيته ديال الليل تيصيب بالفزع، غير تطيح تسقط غير شي حاجه. يعني هذه مجموعه ديال الرواسب اللي خلاها الزلزال، وحنا تنحاولوا كجمعيه يعني على قدر استطاعتنا الى جانب الشركاء ديالنا باش نخفوا من اضرار الزلزال.